النشرة الرياضية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. أوقف تشيلسي انتصارات ليفربول وتغلب عليه بهدفين دون رد في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي ليشعل المنافسة على لقب المسابقة، وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 78 نقطة مقلصا الفارق مع ليفربول المتصدر إلى النقطتين قبل جولتين على النهاية. من جانبه واصل مانشستر سيتي تحقيق الانتصارات وتفوق على كريستال بالاس بهدفين دون ردع، ورفع السيتي رصيده في المركز الثالث إلى 77 نقطة مع مباراة مؤجلة. اختارت رابطة لاعبي كرة القدم الإنجليز لويس سواريز مهاجم ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، وسجل اللاعب 30 هدفا ساعدت فريقه في احتلال صدارة الدوري حتى الآن. تقدم أتلتيكو مدريد خطوة جديدة في طريق الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد تخطيه عقبة فالنسيا بهدف نظيف، وسجل راؤول غارسيا هدف فريق الوحيد ليرفع رصيده إلى 88 نقطة. من جانبه أنقذت النيران الصديقة فريق برشلونة من هزيمة محققة على ملعب فياريال وقادته للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المرحلة 35 من البطولة الإسبانية، وتقدم فياريال بهدفين قبل أن يعدل النتيجة بأخطاء مدافعيه، فيما تكفل ميسي بخطف هدف الفوز لبرشلونة. أحرز أياكس أمستردام لقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثالثة والثلاثين في تاريخه بعد تعادله بهدف لمثله مع هيركوليس. أخيرا أحرزت الروسية ماريا شارابوفا لقب بطولة شتوتغارت للتنس السيدات، ففي المباراة النهائية فازت شارابوفا على الصربية أنا إيفانوفيت مجموعتين مقابل واحدة. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.